ماذا سارة بداية لو تشرحي لنا تعبير موازنة المواطن؟ مساء الخير جميعا، بشكركم تاني على اهتمامكم. الحقيقه موازنه المواطن للعام السابع على التوالي هي مجهود بتعمله وزاره الماليه لمد جسور من التواصل. هي هدفنا جدا ان المواطن يكون على علم بكل ما يتم انفاق في موازنه من اجله، لان الموازنه هي حق اصيل للمواطن. ضرائب بتتاخد منه بشكل مباشر او غير مباشر، اي اتاوه دمغه، اي مصاريف بيدفعها من حقه انه يعرف ازاي هتتصرف مره اخرى تاني علشان خدمات تحسن من مستوى معيشته، تساعده في ظروف زي التحدي اللي احنا بنعدي بيها، تقدر ازاي تساعد كل الصناعات الموجوده في مصر، تنمي القدرات الانتاجيه، ازاي المواطن يفهم المصطلحات اللي هي كانت صعبه زمان، تقنيه جدا في موازنه الدوله بتتناقش في مجلس النواب، لكن في نفس الوقت اللي بتتناقش فيه في مجلس النواب المواطن كمان من حقه يفهم لماذا هذه الاولويات هذا العام، ايه اللي جاي ان شاء الله الوقت الجاي، ايه اهم السياسات اللي هتمس حياته اليوميه، استقرار المنظومه الضريبيه. هي امور كتيره قوي وملفات هامه المواطن من حقه انه يعرفها. الحقيقه لما المواطن بيعرف الحقيقه بيتحول وبيكون شريك اصيل في النمو وفي الدفع بالنشاط الاقتصادي للبلد، وده هدفنا الحقيقه. طيب، يعني الموازنه جاءت هذا العام في ظل ظروف استثنائيه، فيروس كورونا، كيف تمكنتم من المحافظه على اهداف الموازنه بالرغم من هذه التحديات؟ الحقيقة كان على عاتق وزارة المالية الحقيقة في هذا الظرف الدقيق إنها تتخذ كل الإجراءات والتدابير للحفاظ على أهم حاجة صحة المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم من السلع الأساسية، وكمان الحفاظ على عجلة الإنتاج. لكن كمان كان لابد من إجراء توازن إنه يكون كمان بيحافظ على مسار الاقتصادي للآمن للبلد. الحقيقة دي كانت مهمة مش سهلة، لكن الحقيقة جميع القطاعات في وزارة المالية كانت على مدار الساعة بتتابع بجهود حثيثة علشان المستجدات. أول حاجة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللي بشكل مرن وفعال تقدر تزود كل المخصصات أهميتها طبعا للصحة، وخط الدفاع الأول لينا كمان ان احنا نكون بنساند كافة القطاعات المنتجة والاستثمارية للبلد علشان كمان توفر عمالة، وفي نفس الوقت اي خدمات تهم المواطن سواء كان من تعليم سواء كان خدمات بتقدم لي، تم الحقيقة التوصل للدفع الحقيقة بجهود عظيمة جدا للرقمنة وتيسير كمان الاجراءات على الممولين والمصالح الإيرادية. والحقيقه كان مجهود كبير قوي مع مختلف القطاعات للدوله والقطاع الخاص الحقيقه والوزارات المعنيه علشان نقدر نأمن للمواطن كل ما يحتاجه، وفي نفس الوقت ما يكونش ده بيزود اعباء اضافيه بره المسار الامن بتاعنا للوقت الجاي، بحيث ان احنا نحافظ كمان على معدلات نمو في نفس الوقت معدلات العجز او الدين تكون برضو في المسار الامن ليها. ما هو المسار الامن استاذه ساره؟ المسار الآمن يا أستاذة دينا بمنتهى البساطة، احنا بقى لنا 3 سنوات من إصلاح اقتصادي ابتدينا نحط كل من معدلات العجز الموازنة وكل معدلات دين أجهزة الموازنة العامة لأول مرة على مسار نزولي. الحقيقة ده بالمقارنة بكثير من الدول الناشئة والاقتصاديات الأخرى، احنا محافظين على هذا المسار حتى لو السنة دي اتعرضنا لزيادة بسيطة فهي ما زالت في ضمن الحدود الأمنة إذا قارناها بكثير من الدول الأخرى. المسار يعني الآمن كمان يستدينا معناه أن مؤسسات، إذا حاولنا نقارن الدول المقارنة لينا لمصر مثلا، لو احنا حققنا السنة دي إن شاء الله في حدود 7.8 كمعدل عجز فاحنا أحسن بكتير جدا من الهند ومن باكستان من الصين من تركيا الحقيقة، حتى السعودية الحقيقة احنا في معدل آمن جدا بالنسبة لهم إذا قرنا بالدول اللي هي الدول المقارنة للتصنيف الائتماني للدول بتاعتنا الدول المقارنة يعني لينا الاقتصاديات بتاعتنا. ونفس القصة الحقيقة للدين لأول مرة على مسار نزولي، في حين ان دول اخرى كثيره هذا العام لن تحقق معدل نمو ايجابي، وكما ان ايضا معدلات الدين هتزيد كنسبه من الناتج المحلي لهذه الدول اللي انا اشرت ليها. الحقيقه اللي احنا بنحافظ عليه الوقت الجاي ان احنا عملنا مساحه ماليه، المساحه الماليه ديت اللي احنا قدرناها اللي احنا نقدر ان احنا نقف نتاني.
كافة الأسر والقطاعات المتضررة، وفي نفس الوقت نحافظ على معدل نمو يساعد معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير. وهذا هذه المساحة المالية هي حاولنا نتحرك فيها بمرونة. هذه المساحة تبها بعناية دقيقة جدا اللي بيها ما تزودش معدلات العجز أو الدين بشكل يخرج عن الثلاث اللي احنا حاسبينها، وفي نفس الوقت ساعدنا ان احنا نتعافى بأسرع وقت ممكن.